السؤال عن صفة الغسل، في بعض الناس إلى الآن ربما يعني لا يعرف كيفية الغسل الكامل أو الغسل المجزي، يعني لما الإنسان يكون على جنابة أو المرأة تكون على جنابة أو حائض، يعني كيفية الاغتسال الصحيح. الغسل لازم نعرف إن هو نوعان، في غسل مجزي وغسل كامل. مجزي يعني طالما الإنسان اغتسل فيجزئه هذا الأمر، والكامل طبعا يعني كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالكيفية اللي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الغسل المجزي يكتفي فيه الإنسان بفعل الواجبات فقط، ولا يفعل شيء من المستحبات والسنن، فينوي الطهارة ثم يعمم جسده بالماء بأي طريقة، سواء وقف تحت الدش أو نزل بحرا أو حمام سباحة ونحو ذلك، مع المضمضة والاستنشاق. يعني فرض الإنسان على جنابة وقف تحت الدش وأخذ اللي هو حمام من الماء، مع طبعا مع المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في الإيه؟ داخلان في الوجه، لأن بعض الناس ربما لما يغتسل من الجنابة ينسى هذا الأمر، إن هو ياخد دش مثلا وينسى إن هو يتمضمض وينسى إن هو إيه؟ يستنشق. يبقى إذا عمم الجسد بالماء خلاص مش شرط بقى ان هو يغسل الايه، يتوضا الاول ولا يتوضا في الاخر، ولا يغسل الجانب الايمن والجانب ثم الجانب الايسر، لا مش مشكله. يعني هو بيعمم الجسد الايه بالماء باي طريقه، سواء دخل في الماء او سواء كان تحت الايه الماء. المهم ان هو يتذكر، طبعا لابد من النيه ان هو بيغتسل لكي يزيل الايه الجنب. يبقى ده اهم شيء، النيه ان هو لماذا يغتسل لازاله الجنابه، وفي نفس الوقت بيتمضمض ويستنشق، بحيث ان هو ايه بياتي، لان المضمضه والاستنشاق كما قلنا داخلان في الوجه، والوجه طبعا او البدن كله لابد ان يعمم ايه، يعمم بالماء. ده بالنسبه للغسل الايه المجزي. انما الغسل الكامل فان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هيعمل ايه؟ ياتي بجميع سنن الاغتسال، وهي ان يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه، الأول يغسل إليه الكفين، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة، يغسل فرجه وما تلوث من إليه من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثا، ثم يغسل رأسه بالماء، يعني الأول يغسل رأسه طبعا ده بعد الإيه؟ بعد الوضوء، يغسل رأسه بالماء ثلاثا، ثم يغسل بقية إيه؟ يغسل بقية بدنه. يبقى الأول بيغسل إيده، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة، وبعدين يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يعمم إليه، يعمم البدن بالماء. طيب، في نقطة هنا لابد أن ننبه عليها. طبعا الماء الذي يزيل الجنابة، لابد أن نأخذ بالنا من هذه النقطة في الغسل من الجنابة. لو غسل عادي، وفرض الإنسان مثلا جاء من العمل وهو مثلا وكان مصاب بالإرهاق، يريد أن يأخذ دش ولا شاور ولا شيء، وكذلك الإنسان إذا كان بيعمل رياضة أو في أي وقت يريد أنه يغتسل، ده ما فيش مشكلة. لكن بالنسبة للغسل من الجنابة لابد أن يتنبه إلى أن هناك شيء عند الفقهاء اسمه الماء الطاهر. الماء الطاهر الذي يزيل الجنابة أو الذي يطهر، الذي يتطهر به الإنسان، بيشترط فيه ألا يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس ربما يغتسل وهو وضع الصابون على الايه؟ على البدن، فالماء بيختلط بالايه؟ يختلط بالصابون، وبالتالي تتغير ايه؟ يتغير رائحته، أصبح بقى ايه ده اسمه ماء طاهر غير مطهر. لأن الفقهاء لو الناس يعني حتى أي واحد فيكم درس يعني حتى ولو شيء يسير من الايه؟ من متون الفقه، حتى ولو في الصغر، أول شيء يتكلم فيه الفقهاء يقول لك ليه باب الماء، وبعدين أقسام الماء، في ماء طاهر مطهر لغيره، في ماء طاهر وغير مطهر وهكذا. فدي مسألة يعني أول باب بيدرس في ليه في الفقه، لأن بيترتب عليه بعد كده أحكام الوضوء، وبعد كده الصلاة، لأن الصلاة مترتبة على الوضوء، والوضوء مترتب على ليه؟ على طهارة الماء. فالماء الطاهر الذي يطهر الإنسان هو الماء الذي لم تتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. طيب الانسان يعمل ايه؟ ما هو عايز يغسل بدنه بالايه؟ بالصابون ولا بالشاور ولا باي شيء. في هذه الحاله من الممكن في البدايه ان هو يعمم البدن بالايه؟ بالماء. وبعد كده بقى يضع الصابون وبراحته، يا رب يقعد في البانيو ولا في الدش فتره ساعه ولا شيء، عاوز ياخد شاور كام ما عندوش مشكله. بس في الاول ايه؟ يزيل الجنابه بالايه؟ بالماء اللي هو الذي لم تتغير لونه ولا طعمه ولا ايه؟ ولا رائحته.
أو في الآخر بعد ما يأخذ بقى الدش بتاعه بالصابون وخلافه وعارف إن كده خلاص ما في ليس على جسدي صابون أو شامبو ولا أي شيء، وبعدين ينزل الماء إليه الطاهر على المطهر اللي هو لم تتغير لونه ولا طعمه ولا ريحته على الايه على الجسد. يبقى دي نقطه مهمه لابد ان احنا ننبه عليها. يبقى اذا من النقاط المهمه في الغسل من الجنب، طبعا ده بتكلم على الغسل المجزي، انما الغسل بتاع السنه بقى اللي هو اذا اراد الانسان ان هو يتوضا الاول ويغسل يده ثم يتوضا وهكذا، دي ليس هناك حرج وده الافضل. لكن بعض الناس ربما لا يتنبه لهذه الامور او لهذه السنن، لكن بيفوتوا امرين. الامر الاول اللي هو نبهت عليه موضوع المضمضه والاستنشاق، ربما ينسى هذا الامر، هو داخل اصلا يغتسل فمش ربما لا يأتي على باله ان هو يتمضمض او ايه او يستنشق، هو وقف تحت الدوش اخذ دوش وايه وخرج، وربما لم يتنبه الامر الاخر اللي هو ان الماء بينزل عليه وصل على جسده ليه الصابون، فبالتالي بيختلط الصابون بالايه بالماء وبالتالي هنا بيتغير الماء. هو الماء طاهر اي نعم، بس في الحاله دي الفقهاء يقولون بانه طاهر غير مطهر. يعني ايه طاهر غير مطهر؟ يعني غير مطهر لغير ان هو اختلط بايه، اختلط بشيء ايه بشيء اخر. ولذلك دائما الفقهاء يتحدثون عن الغسل من الماء ليه في القديم، يعني يتحدثون عن الغسل من الماء الجاري على نهر جاري، يعني على اساس ايه ان الماء الجاري دائما ايه لا تتوقف عنده فيه ليه فيه النجاسه. طب ده بالنسبه لليه للغسل. طب بالنسبه للمراه، هل هناك فرق بين غسل الجنابة عندها والغسل من الحيض؟ يعني لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، إلا أنه يستحب دلك الشعر في الغسل من الحيض أشد من دلكه في غسل الجنابة. يعني مثلا المرأة في الغسل من الجنابة باعتبار أنه متكرر، فمن الممكن أن تقف تحت الدش برأسها هكذا وينتهي الأمر والماء يسقط على رأسها. لكن في الغسل من الحيض أنه بيكون مرة في الشهر، في هذه الحالة بتدلك رأسها دلكا شديدا، يعني الماء لابد أن يدخل إلى فروة الإيه؟ إلى فروة الرأس، ولذلك هي لابد أن تدخل أصابعها في رأسها حتى الماء يدخل إلى إيه؟ إلى منبت الإيه؟ منبت الشعر. يبقى إذا في الغسل من الحيض بتدلك الإيه؟ الشعر دلكا شديدا، ويستحب فيه أيضا أن تتطيب المرأة في موضع الإيه؟ الدم إزالة للرائحة الإيه؟ الكريهة. وطبعا دي كلها ورد فيها حديث في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. يبقى الرسول هنا في الغسل من الحيض نبأ أنها تدلك في الغسل من الحيض رأسها دلكا ايه دلكا شديدا، فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، اللي احنا قلنا اللي هو ايه تبلغ فروة الايه الرأس اللي هو منبت الايه الشعر. يبقى حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة، يعني عليها ايه مسك، فتتطهر بها يعني في موضع الايه في الفرج يعني او في موضع نزول الايه الدم. فقالت أسماء وكيف تتطهر بها؟ فقال سبحان الله تتطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، يعني تتتبعين أثر الدم، يعني هذا أمر معروف عند عند المرأة أنها تتبع أثر الدم في هذا المكان حتى حتى تزيل الرائحة. وسألته أيضا عن غسل الجنابة، فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. يبقى هنا في الغسل من الجنابة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، لم يقل هنا فتدلكه دلكا شديدا، يعني نلاحظ أنه في الغسل من الحيض قال فتدلكه دلكا شديدا. كلمة دلكا شديدا يعني للتنبيه على ليه؟ على أن الماء لابد أن يصل إلى جلدة الرأس كما قلنا ده بالنسبة للمرأة في الغسل من ليه؟ في الغسل من الحيض. وكذلك الرجل بالنسبة للغسل من الجنابة، في لو كان الرجل شعره كثيف أو شعره طويل أيضا لابد أن هو إيه؟ لابد أن هو يتنبه لهذه المسألة، أن الماء لابد أن يبلغ شؤون الرأس أو فروة الرأس كما قلنا. يبقى إذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين غسل الحيض وغسل الجنابة في دلك الشعر واستعمال الطيب. وقول النبي شؤون رأسها المراد به أصول الشعر. وفرصة ممسكة يعني قطعة قطن أو قماش مطيبة بالإيه؟ مطيبة بالمسك. وقول عائشة كأنها تخفي ذلك أي قالت ذلك بصوت خفي يسمعه المخاطب ولا يسمعه الحاضر.
طيب بالنسبة للتسمية عند الوضوء والغسل، يعني هل يعني بعض الناس بيظن أن موضوع أنه هو لما بيتوضأ يعني بيظن أنه هو لابد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك الأمر في ليه في الاغتسال. فالتسمية عند الوضوء والغسل مستحبة في قول جمهور الفقهاء، وقال الحنابلة بوجوبها، والصحيح أنها ليست بواجبة لا في الوضوء ولا في ليه في الغسل، هي مستحبة. يعني مستحبة يعني إذا أتى بها المسلم فبها ونعمة، إن لم يأتي فليس عليه إيه؟ فليس عليه شيء. ورابعا المضمضة والاستنشاق، وهذا الأمر نبهت عليه في الأول في البداية، المضمضة والاستنشاق لا بد منهما في الغسل، لا بد منهما في الغسل كما هو مذهب الحنفية والحنابلة. قال النووي رحمه الله مبينا الخلاف في ذلك: مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق أربعة، مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق أربعة، أحدها أنهما سنتان في الوضوء والغسل، هذا مذهبنا لو مذهب الإمام النووي، هذا مذهب الشافعي يعني يقول لك هذا مذهب. والمذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما، وشرطان لصحتهما يعني شرطان لصحة الوضوء وصحة الغسل، يعني معنى أنهما شرطان للصحة، إذا تمضمض إذا الإنسان توضأ ولم يتمضمض ولم يعني غسل وجهه فقط فوضوء غير صحيح، وإذا لم يكن بالمضمضة والاستنشاق، وإذا اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق بالغسل غير ايه؟ غير صحيح. ده معنى الايه؟ معنى الكلام انهما شرطان لصحة الايه؟ لصحة الوضوء والايه والغسل، وهو المشهور عن الامام احمد. والمذهب الثالث انهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو قول ابي حنيفة واصحابه. والقول الرابع الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة، وهو رواية عن الامام احمد. قال ابن المنذر وبه اقول: والراجح يعني الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، أي وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل وأنهما شرطان للصحة، يعني بعد يعني سرد الأدلة وفي هذه المسألة كما قلنا أن الراجح في هذا الأمر اللي هو وجوب المضمضة والاستنشاق سواء في الوضوء أو في الايه في الغسل، وأنهما شرطان للصحة الوضوء. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بمعنى ذلك أنه هنا بإيه بيؤكد على موضوع الاستنشاق، الا في الصيام وانت صايم يعني، فمن الممكن انك مش معنى ذلك انك انت في الصيام لا تستنشق، لا هتستنشق برضه بس لا تبالغ في ادخال الايه الاستنشاق، معناه انك انت بتستنشق الايه بتستنشق الماء ثم تستنسخه يعني تخرجه مره ثانيه مره اخرى. فالرسول بيقول لك وبالغ في الاستنشاق، يعني في الايام العاديه اللي ليس فيها صيام انت تبالغ في الايه تبالغ في سحب الماء من بالانف، ده يعني حتى انك انت ايه يعني تخرج اي شيء من الايه من الانف، وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ايضا اذا كان الانسان في الماضي، واحد الان جالس مثلا ما كانش بيعمل موضوع المضمضه والاستنشاق في الايه في الاغتسال، فاذا كان الانسان في الماضي لا ياتي بالمضمضه والاستنشاق في الغسل لعدم العلم بحكمهما او اعتمادا على قول من لا يجب ذلك، فان اغتساله صحيح وصلاته المبنية على هذا الغسل صحيحة. خد بالك المشكلة ليست في الاغتسال، وإنما المشكلة فيما ترتب على الايه على الغسل من صلاة وأحكام ايه وأحكام أخرى. فالإنسان إذا لم يكن يدري بهذه الأمور اللي هي موضوع المضمضة والاستنشاق في الايه في الاغتسال ولم يقم بها، ففي هذه الحالة اغتساله صحيح وصلاته المبنية على هذا الغسل صحيحة، ولا يلزمه إعادتها لقوة اختلاف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق. يعني طالما المسألة فيها خلاف بين العلماء فما ممكن في هذه المسألة اللي هو يعني عدم العلم بالحكم أو الجهل بالحكم في هذه المسألة فيعفى عنه، طالما أنه إيه طالما أنه لم يعلم الحكم. لكن طبعا إذا علم الحكم فكما قلنا تجب المضمضة ويجب الاستنشاق في الوضوء وفي الايه وفي الاغتسال. وأيضا المسألة التي نبهت عليها أن الإنسان حينما يغتسل بالماء الذي يزيل به الجنابة فيشترط ألا يكون قد خالطه شيء يتغير به ليه؟ تتغير به رائحته، وطبعا اللون والطعم انت اصلا لن تشرب الماء عشان تعرف طعمه، وانما ممكن ان ترى لونه قد تغير. فكما قلنا لابد اذا في الغسل من الجنابه يزيل الجنابه اولا بماء لم يختلط باي شيء لا صابون ولا شامبو، او في الاخر يعني بعدما غسل البدن من الصابون وهذه الاشياء بعد ذلك ينزل الماء اللي هو الطاهر الذي لم يختلط بغيره ويزيل به الايه الجنابه. ده بالنسبه للايه لموضوع الاغتسال سواء الغسل المجزئ او الغسل الكامل
وموضوع المضمضه والاستنشاق في الايه في الاغتسال. اتمنى ان تكون يعني هذه المساله ايه واضحه عند الاخوه. لو كان في اي جانب تريدون ان نبينه نتكلم فيه ان شاء الله. استنشق مرتين يعني.